يا ورد مامتي، كنت لسه ما اتغديتيش؟ ما انا بعد راحتي دلوقتي، مش انت اللي حاطط مواعيد الراحه بتاعت الاسبوع ده وعارف كل واحد فينا ميعاده امتى؟ لو عايزانا غير مواعيد الراحه قولي لي، مالكيش دعوه. اخرتها امين، ما بتزهقش؟ وفي ايه بس يا ورد؟ في ان انا غلطت افهمك وانت ما انتش عايز تفهم. انت ما بتفهمش عربي؟ لا بفهم، بس انا كنت عايزك تديني فرصه تانية اشعرك مشاعري بس ناحيتك بقت عامله ازاي. لا ما تقلقش، مشاعرك مدلدقه في كل مكان، يا دوبك بس ناقص تطلع لي في المنام. والله انا الحكايه دي مضايقاك قوي. دي امين، انا ما بحبش المشاكل، وانت مشاعرك اللي باينه قدام الناس دي كلها عامله لي مشاكل. انا واحده بحب امشي جنب الحيط، لا حد يعرف عني حاجه ولا اعرف حاجه عن حد. مش حاسه عن حد يعمل لك مشاكل يا ولد. لا والنبي، وانت مين ان شاء الله عشان تسمح ولا ما تسمحش؟ انت حتة خدام من الخدم زيك زيه، وعليك وعليا اساد، من اول ست سكينه اللي مننا لحد اسمه تاني. ودي علاقته ان انا بحبك. انا بحبك يا ولد. وانا ما بحبكش يا امين، افهم بقى. على فكره انا فاهم، انا مش غبي يا ولد. وبحس كمان. بس قلب الباب. قربي قلب الباب شويه. اديني فرصه بس اشرح لك. يعني هيقول لي اديني فرصه؟ اديك فرصه بأمارة ايه؟ فيك ايه يستحق ان انا اديك فرصه واجي على قلبي عشانك اللي مش حاسس بيك من اساسه؟ جهك ولا مالك ولا انور وجدي اللي انت شبه؟ عاجبك كده؟ ورحمه ابوك يا امين سابني في حالي. مش عايزك، سبيت نفسي.